وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. انطلقت الثورة الفلسطينية من جديد. نحن قاتلنا الاستعمار البريطاني، ثم بعد عام 48 الثورة الفلسطينية واصلت المقاومة، وضحى الشعب الفلسطيني بالغالي والرخيص، ووقفت الأمة جميعا مع الشعب الفلسطيني في دعم ثورته ومقاومته للاحتلال. ثم جاءت الانتفاضة الأولى عام 87، ثم جاءت الانتفاضة الثانية عام 2000، وهكذا الشعب الفلسطيني من ثورة إلى ثورة، ومن انتفاضة إلى انتفاضة، ومن مقاومة إلى مقاومة. الصهاينة ومن خلفهم يظنون أن الشعب الفلسطيني شعب سيتنكسر إرادته، سيضعف، سيستسلم. إن شعبا قاتل الصهاينة 100 عام، ومن وراء الصهاينة وما زال يقاتلهم رغم إمكاناته المتواضعة، شعب سينتصر إن شاء الله. إن شعبا يحاصر ومع ذلك يصنع السلاح ويطور أدوات المقاومة، واخترع هذه العمليات الاستشهادية البطولية، إن هذا الشعب سوف ينتصر بعون الله. ونحن وإياكم سننتصر على أعداء هذه الأمة. إذن أذكركم أن قضية فلسطين قضيتكم، كما هي قضية كل فلسطيني وكل عربي وكل مسلم، وأن الصهاينة أعداؤنا، أن إسرائيل عدوة الجميع. نحن أمة لنا مذاهب متعددة، لنا طوائف متعددة، فينا عرب وغير عرب، لكننا أمة واحدة. ينبغي أن نتصرف كأمة و نركز قوتنا وطاقتنا في وجه العدو المشترك، وخاصة إسرائيل. ومن يقف مع إسرائيل سنقف ضده. أنتم يا إخواني في إيران، البعض قد يقول وما علاقة إيران بفلسطين؟ تسلم. أيها الإخوة الكرام، قال صلى الله عليه وسلم: من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم. كل مسلم عليه أن يهتم بأحوال إخوانه المسلمين. ولذلك نعم، من الطبيعي أن تكون إيران مع فلسطين، ومن الطبيعي أن تكون إيران ضد إسرائيل، كما هو من الطبيعي أن تكون كل الدول العربية والإسلامية مع فلسطين وضد إسرائيل. الشيء غير الطبيعي أن تكون هناك دولة عربية أو إسلامية مع إسرائيل، هذا هو الوضع غير الطبيعي. لقد وقفت إيران قيادة ورئيسا وحكومة وبرلمانا وشعبا، وقفت مع فلسطين ومع غزة ومع المقاومة ومع حماس، فجزاكم الله خيرا. هذا موقف عظيم نحن نقدره. نحن في المنطقة العربية البعض يتهمنا أن إيران تدعمكم،
لنا الشرف أن تدعمنا إيران وأن تدعمنا الدول العربية والإسلامية، لكن العار حين يكون هناك من يتلقى دعما من أمريكا أو من أعداء هذه الأمة أو من يتعاون مع إسرائيل ومن ينسق معها أمنيا، هذا هو العيب. ليس عارا أبدا أن يتعاون المسلمون، هذا واجبهم. وأنا أقول لكم حين تدعمون فلسطين وحين تدعمون المقاومة على أرض فلسطين أنتم تدعمون مشروعا منتصرا إن شاء الله، لأن المقاومة على أرض فلسطين سوف تنتصر، سوف تخرج هؤلاء الصهاينة من أرضنا. لقد أخرجناهم من غزة وإن كانوا ما زالوا يحاصرونها ويحيطون بها، وسوف نخرجهم من الضفة ونخرجهم من كل أرضنا الفلسطينية. Stand one force to fight against Shaitani Bazaar. That we should heed the message of Imam Khomeini. He has asked 1 billion Muslims to come together and to stand up against the great Shaitan. He has asked 1 billion Muslims, if we just take one bucket of water, we won't even take arms with us. And we proceed to Zionist state of Israel. Mark Bar America. Mark Bar America. Mark Bar America. Mark Bar America. Mark Bar Munafikin Saddam. Mark Bar Munafikin Saddam. Mark Bar Munafikin. علي لا يحب سفك الدماء. علي يريد الحب. وأبناء علي وشيعة علي إلى الآن ينادون يا أهل العالم تعالوا لنتحد، تعالوا لنكون أخوة، تعالوا لكي نتحد أمام الخصم اليهودي الغاشم، تعالوا لكي نكون إخوة. ضربونا صاحوا في فضائل و شیعه هر کدام مراسم مذهبی خودشون رو، آداب خودشون رو، عادات خودشون رو، وظایف دینی خودشون رو انجام میدهند و باید بدن. اما خط قرمز این است که نباید مطلقاً بین اینها به خاطر اهانت به مقدسات، چه از اونچه که از سوی بعضی از افراد شیعه از روی غفلت صادر می شود، چه اونچه از روی غفلت از بعضی از افراد سنی مثل سلفی ها و امثال اینها صادر می شه، یک دیگر رو نفی می کنند. این همون چیزیست که دشمن می خواد. اینجا هم باید هوشیاری باشد. نحن لا نريد من الحكومة الإيرانية إلا أن نكون مواطنين، نريد أن نتمتع بكل الحقوق التي يتمتع بها الشعب الإيراني الشيعي ليس إلا. لكن لا يحق للسني أن يدافع عن عقائده ومذهبه وأن يرد على ما يفتري الشيعة عليهم من الأباطيل في الإعلام المرئي والمسموع والجرائد وغير ذلك، وليس للسنة أن يدافع عن عقائدهم بأي شكل. وإذا تجرأ عالم من علماء السنة ونطق بكلمة فسرعان ما يقاد إلى غياهب السجون، لا لذنب ارتكبه وإنما لمجرد أنه دافع عن عقيدة أو رد على كتاب يفتري على مذهبه أو وضح شبهة طرحها القوم. هذه نقطة. The leader of the terrorist group, Jundullah, says the United States offered him broad support, including a military base in Afghanistan, to carry out attacks against Iran. This 2 days after he was arrested on board a passenger plane in southern Iran. اینها رابطه کرده بودند که ما میخوایم با شما ملاقات بکنیم، که ما گفته بودیم کجا، اینا گفتن در دبی ما میایم ملاقات میکنیم، شما با ما همکاری بکنید، ما هرچی مشکلات شما باشه این افراد از زندان آزاد میکنیم، به شما امکانات مالی در اختیارتون میذاریم و امکانات نظامی اسلحه مهمات ما برای شما تهیه میکنیم و در اختیارتون میذاریم و پایگاهی هم به شما میدیم در هر جای افغانستان که شما بخواید در مرزهای ایران. این حرفی که اونا گفت آمریکایی‌ها گفته بودن در ملاقات دبی، و ما الان موضوع ما موضوع ایرانه، الان نه موضوع القاعده هست و نه موضوع طالبان.
ولی این که ما بگیم الان ما برنامه نظامی داریم نه. فتبینوا ولا تقولوا لمن القى اليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياه الدنيا فعند الله مغانم كثيره.